حد فينا ممكن يتعرض في حياته ان هو يترك مجال عمله، ومش لازم الموضوع يكون مرتبط بالوصول لسن المعاش والتقاعد. في اي وقت ممكن يحصل لظروف، شركه بتقلل العماله اللي فيها، مؤسسه او جهه بتمشي ناس، سواء بقى بتديهم تعويض او بيبقى في قضايا او وتافه، يعني ايا كان الطريقه ايه، في النهايه ممكن بعد ما كان المواطن ليه مكان عمله، ليه مجال عمله، الناس بتسأل عليه، الناس بتطلب منه طلبات، في مكان ومجال وحاجة بيروحها كل يوم الصبح، فجأة ممكن كل ده يزول منه. هنا الحالة النفسية بتكون أكيد صعبة، مش هنسأل صعبة ولا لا، هي أكيد بتكون صعبة. كان عندك حاجة وحاجة مهمة وحاجة فيها جزء من التكوين الإنساني كمان، واللي هي فكرة يعني إثبات الذات وإثبات النفس، وفجأة الحاجة دي بتروح منك. إزاي نتعامل معاها؟ والوجع النفسي ده هل بيحتاج استشارات نفسية، ولا مجرد انك تبقى فاهم كده نقاط وامور معينة، تتقبل الوضع ده ازاي عشان حتى لو حضرتك لسه في مرحلة انك تقدر لسه تكمل شغل، ما تخليش اليأس والإحباط ده يوقفك، وانت لازم تكمل. وحتى لو وصلت لسن التقاعد برضو تقدر تعمل في مجال اخر. خلونا ندخل في الموضوع مع ضيفنا الكريم دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. اهلا بحضرتك يا دكتور. الله يخليك استاذة منى، متالق ودائما بنسعد بارائك. الله يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب، الله يخليك. اللي بيبقى بيشتغل وعنده السلطه والباور والناس بتسال لي، حتى لو موظف يعني، بس الناس تقف له طوابير ليه كده شنة ورنة زي ما بيقولوا، ولاي سبب من الاسباب يسيب الشغل ويقعد، ده فجأة يعني مش سن التقاعد، ده بيحصل له ايه في عقله كده، في دماغه، في نفسيته؟ ده بيدخل في صدمة بنسميها كده عصاب ما بعد الصدمة، او بوست تايم سندروم، صدمة ما بعد التقاعد. صدمة ما بعد التقاعد. صدمة التقاعد دي طبعا تختلف حسب السن، حسب الوظيفة، حسب عدد ساعات العمل اللي كان بيأديها، حسب الفيدباك اللي هو كان بيرجع له من الوظيفة. تختلف طبعا من انسان لاخر طبقا لشخصية الانسان. صدمة ايه تاني اسمها، ايه التعريف الطبي ليها؟ بوست تايمن سندروم، اضطراب ما بعد التقاعد. اضطراب ما بعد التقاعد، ده يعني ليه تعريف طبي؟ تعريف طبي يعني. ده ليه مرض، بوست تايمن سندروم ده مرض معروف يعني. فهنا بتختلف حسب الوظيفة ايه، العائد اللي كان بيطلع من الوظيفة ايه، السن بتاعه هو طالع من الوظيفة ايه، طبيعة الشخصية بتاعته هو ايه، طبيعة الشخصية بتاعتي انا، هل في شخصية فيها عندها قدرة على التحكم في نفسها، المريابيلتي عنده عالية شوية، وفي شخصية للأسف الشديد بتبقى ثابتة او جامدة خلاص خدت على ان هي الشغل هو حياتها. كل ما الوظيفة بتعلى كل ما الصدمة بتبقى أعلى. يعني شفنا ناس دخلت في اكتئاب شديد جدا 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 مجرد التقاعد، وكان يعني والله هي مش سر يعني، أنا شفت ناس كان بيمسح الأرض بالبيجامة من العياط والصراخ لمجرد إنه خرج من الخدمة. يا ساتر. والله العظيم. للدرجة دي؟ والله. كان ماشي على الارض يعني بيمسح الارض بالبيجامه، نايم قاعد على الارض بيمسح الارض كده بالبنطلون هو، ويصرخ وفي حاله هلع شديد لمجرد انه خروجه من الوظيفه بتاعته. طب حضرتك قلت دلوقتي انه حجم الصدمه بيتوقف على كذا فاكتور، كذا نقطه حضرتك ذكرتهم. طبعا يا فندم. درجات العلاج النفسي والاستشاره النفسيه اللي بتقدم بقى بتختلف طبعا حسب شدة الحالة، وحسب الشخص نفسه تقبله العلاج من عدمه. يعني النهارده في ناس بتيجي من الأول عايزة تأهل. في ناس بنديها النصيحة ازاي تأهل نفسك للخروج. تعالى نبدأ من الأول يا دكتور هنا. تمام. لو أنا عارف إن أنا هخرج، عارف إن أنا آخري في الشركة أو في الشغل كمان شهر، كمان شهرين، أيا كان، أعمل إيه؟ لسه بقى طبعا لو اتصدم بقى ان هو يعني مشوه مثلا، دي تبقى مرحله ثانيه. خلينا نبدا بالمرحله انه جاي لحضرتك وبيقول لك انا بعد فتره ماشي من الشغل. لا هو مش جاي يقول لي كده، هو ما بيجيش عشان دي، هو جاي بيشتكي من اعراض، صداع، معدته، قولون، اضطرابات في النوم. طب ما الاعراض دي عندنا كلنا يا فندم. لا هو جاي بيشتكي منها
وعمال يلففك ويدور بيكي في كل حاجه، يقول لك ما هو الدكاتره قالوا لي روح لدكتور نفساني. لان هو مش فاهم، هو مش عارف دي. فتيجي المدام غالبا الزوجه وهي قاعده تقول لي خد بالك يا دكتور، هو يعني فاضله 3 أو 4 شهور خروج، واحتمال يجددوا له، وفي احتماليه ما يجددش. فحضرتك تعرف بقى ان دي النقطه اللي نبدا نتناقش فيها. طبعا بيبقى هلع من الخروج، هلع. ليه؟ هو يقول لك ايه، انا خدت عربيه، انا مش بطلب، انا بحلم بشيء، انا مجرد ما افكر في الحاجه. يعني في سامون مره بيقول انا بنتي لما تعبت سفروها اوروبا تتعالج، ما كانش عندها حاجه، كان عندها حاله نفسيه. فانا داخل مكان ما، اللي سفروها دول شافوني واد وشهم بعيد بعد ما طلعت من الخدمه. يا خبر ابيض. جات له جلطه. لا احنا برضو خلينا نعترف، جات له لحظه في لحظتها، احنا شعب عاش الملك مات الملك برضو، جلطة، خلينا نعترف، جلطه في لحظتها جات له هو جلطه. والله لما الناس دوروا وشهم، ده حالات حقيقيه وحياه ربنا. هو بيبص لهم ان هيقابلوه بقى يعني، فهم اللي رمى له السلام كده وود وش بعيد ومشي. فهو وقف للحظات، وقع على الارض حقيقي، حاله حقيقيه مش قصه. فهو طبعا تتعامل معاه ازاي ده يا فندم؟ احنا بص يعني احنا العلاج بنعمل دعم، خدع في البشر، خدع في البشر، هو محدش ضحك عليه، بس يعني الوظيفه اللي ضحكت عليه. بص يا فندم، كلما يعني انا في وظيفه بطبيعه الوظيفه اللي انا فيها الناس بتكلمني وبتعمل لي اعتبار، كل ما نكون كويس لما تزول عندي الوظيفه دي، ما هم يعني كل ما اكون انا كويس وعلاقتي كويسه بالمرؤوسين وبالزملاء وبالاخرين وبراعي ربنا في شغلي، كل ما تبقى علاقتي كويسه لا بالناس. مراعاه ربنا في الشغل طبعا دي اساسي، لكن دي ربنا في ناس بتستغل الوظيفه يا فندم، تستغل الوظيفه جامد. وفي ناس برضو يا فندم زي ما قلت لحضرتك، عاش الملك مات الملك. طبعا لا، في ناس اللي فلان جه مسك المنصب ده زي دول الكل، دول بيجوا لك كده زي الفراش، ولا مكالمه تليفون، مجرد ما انت قعدت على الكرسي ده هم بيجوا لك من حيث لا تحتسبي كده، يظهروا لك في حياتك تليفونات، عارفه اللي هو زي ما انت سعادتك وانت كده في الاول بتقدمي التليفونات ما بتبطلش، يجوا لك جري وتليفونات وانت عايزه ايه، وهيستنوك تحت البيت، والجرايد اهي والمجلات اهي، وهيجيبوا لك اللي يصور معاك، وهيجيبوا لك اللي يتكلم معاك، وهيجيبوا لك كذا، وهيجيبوا لك كذا، وسفريه لهنا وحج وعمره، كله بيقبل كده للاسف الشديد، استغلال السلطه على اعلى مستوياته. فطبعا لما يلقى كل ده ابتدى ينحصر، مش يعني ابتدى ينحصر، ده بينحصر في يوم وليله. ده يعني انا اسف، ممكن هو يتصل حتى على ناس منهم، انت عايز مين؟ مش موجود، او ما يردش خالص. ليه؟ ان هم عايزين الوظيفه مش عايزين، هو وصلهم ان انا بحتمي بوظيفتي مش بحتمي بشخصي. طيب انا برضو بس بجادل حضرتك في جزئيه الوظيفه اللي عملت فيه كده. هفترض انه انا مراعيه ربنا سبحانه وتعالى في الوظيفه، وعارف ان الوظيفه مش دايمه، وان كل خير بعمله خلال فتره عملي دي ان شاء الله باقي لي وفي ميزان حسناتي، وباذن الله نكون بنشتغل باليقين ده. خرجت من الوظيفه وزال عني الضوء والشهره وما الى ذلك، لكن حظي ان الناس او اغلب المحيط ده لا مش ناس اصيله، الناس ما عندهاش اصل. حتى وانا في عملي كنت بعمل خدمات وبراعي ربنا وانسانه، لكن لما طلعت من الوظيفه الناس دي انا اسفه في الكلمه يعني قليله الاصل، اللي عندهم اصل بيحبوش يكلموا حد في السلطه، خوفا من يفهم ان هو بيكلمهم عشان مصلحه. اللي بيحبني الشخصي طول ما انا في السلطه هو مش عايز يكلمني، لكن اول ما بخرج من السلطه احنا اصحاب، كنا قبل السلطه وبعد السلطه احنا اصحاب. طول ما انت في السلطه انا اخاف ان احس ان انا بكلمك عشان السلطه. في ناس عندها هذا الحي وهذا الخي يعني، طبعا انا طبعا والله كده قسم بالله العظيم، في ناس كده. سألها اي حد يعرفني، اي حد في السلطه اعرفه بقطع علاقتي بيه نهائيا لغايه لما يطلع بره السلطه، ما برتاحش نفسيا. حضرتك برج ايه يا فندم؟ بعيدا عن انا الجدي. برج الجدي، تمام. طيب فهنا انا بقول له اهل نفسك قبل الخروج، اهل نفسك. جت لحضرتك الزوجه، انا احنا بنضرب امثله حياتيه بنعيشها يعني، جه لحضرتك الشخص ومعاه زوجته وقعد يقول لك عندي صداع وقولون وبطني وكل حاجه، والدكاتره مش عارفين في ايه، قالوا لي روح لدكتور نفسي،
وزوجته بالصدفه قالت لحضرتك اصله قالوا له في الشركه طيب. انه هيمشي بعد فتره. هنأهله ازاي ونتعامل معاه ازاي؟ اتفضلي يا مدام بره وسيبهولي. هنقعد انا وهو. تعالى بقى بالورقه والقلم. اشتغلنا؟ فاضل لنا كذا. انت ايه اللي انت حطيته في دماغك للي جاي؟ التأهيل للي جاي. ايه الاطروحات؟ لازم نحط بدايل مع بعض للفترة القادمة. هل هتشتغل عمل خاص؟ هل هتدور على عمل حكومي اخر او عمل تبع حد؟ طب هل انت بتفكر لا ده انا هقعد في البيت واستنى كده ومش فارق معايا؟ انا بديله الاطروحات واحنا قاعدين. انا ما اقعدش على سن الستين مثلا، او ما اقعدش على سن 58، ما اقعدش على سن 52. تفكر تفتح عمل خاص ولا تشتغل عند حد؟ لا انا افضل ما اقدرش اشتغل تحت ايد حد، انا كنت طول عمري بدير و و و ما ينفعش اشتغل تحت ايد حد. طب العمل الخاص عندك امكانيات ولا ما عندكش امكانيات؟ طب الامكانيات المتاحه ليك دي عايزه مبلغ، هل متاح ليك ولا مش متاح ليك؟ ونبدا نفنط فيه لغايه لما بيوصل ان هو يحط في دماغه فكره معينه هو عايز يوصلها، وبتاعته هو مش بتاعتي، مش انا كطبيب. يعني حضرتك بتطلعها منه، احنا بنقعد، مش انت اللي هتقولها له. لا لا لا، نو ادفايس، انا ما عنديش لا نصيحه من طبيب نفسي لاحد. انا بقعد نوصل مع بعض لغايه لما نوصل هو مقتنع ان هي دي الافضل ليه. بس بيبقى مرتاح ليها نفسيا. وبيبدا يتعامل في اخر فتره ليه في الشغل ازاي هيتعامل بعد ما يخرج، وده الصح. يعني في مديرين مثلا يقول لك انا اخر فتره ليا قعدت الثلاث اربع شهور الاخيره بقعد جنب السواق في وانا رايح الشغل. طب ليه؟ يقول لك عشان اهل نفسي ان انا ممكن في اي لحظه ما يعني مش خلاص قعدت العربيه ورا دي ملهاش لازمه، انا بقى نفسي انا قاعد يعني انا بعد شويه مش هبقى بيه بقى وقاعد ورا يعني بعد كده باب العربيه اما هسوق انا العربيه يا اما هركب تاكسي او مش هبقى هانم ويتفتح لي باب العربيه كده يعني. فدي واحد. في واحد تاني يبتدي يقول لك ايه، انا ابتديت ادور فعلا على مكان هفتح فيه شغل، او ابتديت ابعت السي في بي بتاعي لاماكن هشتغل فيها طبقا اللي هو رؤيته. في عندك بقى شخصيات صعبه قوي، الشخصيات الوسواسيه. الشخصيه الوسواسيه ما بتحبش التغيير، نمطيه. طيب ممكن قبل الشخصيه الوسواسيه بس ناخد اتصال هاتفي كده نشوف وجهه نظر العلم الاجتماعي برضو معانا في الموضوع. خلونا ناخد هاتفيا الدكتوره هاله منصور استاذ علم الاجتماع. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم وضيف حضرتك الكريم وبالمشاهدين جميعا. اهلا بيك. انا عايز اسال حضرتك برضو يعني عن معهد اعداد القاده، لانه معلوماتنا انه طلب من حضرتك اعداد برنامج لتاهيل المواطنين بعد التقاعد، واحنا سعداء انه في بقى تركيز وفي وعي حتى من اجهزه الدوله بالتعامل مع المواطن قبل وبعد سن التقاعد. يعني ايه اهميه وطبيعه العمل على مثل هذا البرنامج يا دكتوره بشكل اكاديمي وعلمي؟ طبعا لطيفه جدا من المركز اعداد القاده، وشعور باحتياج الفئه دي في المجتمع المصري في الوقت الحالي لتاهيلها لتقبل الحياه بعد المعاش. في الحقيقه يمكن ضيف حضرتك الكريم بتتكلموا عن الشغل او انه لسن المعاش بيدور على شغل عايز يشتغل. يمكن انا احب اخدها من وجهه نظر ثانيه. يعني قبل ما بنطلع معاش بنبتدي ناهل نفسنا ان احنا هنطلع معاش في الفترة الفلانية، حسب فينا بيطلع معاش مفاجئ، يعني الكل عارف بيوصل لسن معين يطلع فيها معاش، طب احنا بنتكلم عن المعاش العادي مش المعاش المبكر. فهنا بنقول لكل واحد فينا أولا مهم قوي إن احنا نعمل حوالينا دايرة من الأصدقاء اللي يبقوا في سننا. لأنه في الحقيقة يمكن الجيل اللي بدأ يطلع معاش دلوقتي جيل منهمك جدا في الحياة العملية. لما بندور على اصدقائه بنلاقي واحد او اثنين من ايام الدراسه ويمكن ما بيسالوش على بعض، فبنبص نلاقي الشخص ده بيبص للمعاش وكانه انهيار لكل علاقاته الاجتماعيه والعمليه. وبيبتدي يبص انه هيفضل قاعد في البيت لحد بيسال عليه ولا بيسال على حد، وكانه فجاه انفصل عن كل حاجه يا فندم وهينزوي لوحده. فانا هنا بقول من اول الناس اللي في الاربعينات وفي الخمسينات حاولوا تعيدوا بناء صداقات من جديد في سنكم. كمان عشان ما نبتديش نرهق اولادنا انتوا ما بتسالوش علينا، انتوا ما بتقعدوش معانا، انتوا بعاد عننا، لانه برضه هيبتدي يتفرغ للامور العائليه ويبتدي عايز الولاد يبقوا حواليه طول الوقت.
فهنا اذا احنا خلقنا دايره اصدقاء بتحل كتير من المشكله. الجزء الثاني ان احنا لازم نتعلم ازاي نندرج في العمل العام والعمل التطوعي. اذا انا صحتي كويسه بعد ما بخرج على المعاش ببتدي اخلق لنفسي دايره من العمل التطوعي ومساعده الاخرين والعمل الاهلي، وده دور مهم على فكره على الجمعيات الاهليه ازاي هي تجتذب شركاء ليها تقدر ان هي تستعين بيهم في الانشطه المجتمعيه اللي هي بتكمل على انشطه الدوله. جزء مهم كمان لازم يكون عندنا بعض الاهتمامات النفسية، نداوي بعض، نقعد مع بعض، نتكلم مع بعض. وهنا بنبه بالنسبة للأباء للأبناء وللبنات، خلي بالكم من الأب والأم لما بيجي يطلع على سلم عايش هو محتاج تأهيل. نقطة مهمة جدا يا دكتورة، جدا جدا. وتلاقي الابن او البنت بيقولوا لك انا مش عارفه بابا بقى عصبي كده ليه، انا مش عارفه ماما مالها بقت متغيره كده ليه، لانها بتمر بظروف نفسيه محتاجه منكم الاهتمام. وكمان يا ريت نخلق لهم دور، يعني يا ريت نحسسهم ان احنا محتاجينهم في ادوار معينه يبقوا معاونين لينا فيهم حتى لو احنا مش محتاجين ده، عشان يحسوا ان هم ليهم دور وان هم مرغوب ان هم يقوموا بالدور ده وان احنا محتاجينهم بالموضوع ده او في بعض المهام اللي ممكن يساعدونا فيهم، ونساعدهم انهم يخلقوا لنفسهم حياه جديده يقدروا يستمتعوا فيها. جزء مهم على الدوله، ويمكن ده اللي بدا النهارده. يمكن النهارده كان في مطالبه في مجلس الشعب بعدد كبير من الاعضاء انه بلاش اللي يطلع معاه فجاه يلاقي دخله انخفض لاقل من الغش. طبعا طبعا، ودي مأساة يعني طبعا. يعني غير موضوع ترك الوظيفة واهتمام الناس بيه والسلطة والمنصب، كمان دخله بيقل النص، بينخفض انخفاض رهيب في قطاعات معينة. فهنا النهاردة في مقترح والناس بدأت كتير، يعني عدد كبير في مجلس الشعب، انه على الاقل لا ينخفض عن 80% من اخر دخل كان بيقبضه. 80% حتى النسبة دي كمان الأطباء بيطالبوا بيها كمان لطبيب امتياز. يعني العكس بقى، أي فئة، لأن احنا بنطلع مع كل العاملين في الدولة، يعني اللي هو بنكون كلنا فنينا وعمرنا في خدمة الدولة يعني، أو خدمة الأجهزة اللي احنا بنشتغل فيها. هل يا دكتورة هالة من وجهة نظر حضرتك، يعني أستاذة وخبيرة في علوم الاجتماع، هل إذا ما تم تطبيق النصائح أو الإرشادات والنقاط السابق ذكرها من حضرتك، هل ده ممكن يؤدي إلى حالة نفسية ومزاجية أفضل للمتقاعد أو للخارج من العمل؟ طبعا لأنه من حقه، ده خدم فترة طويلة في المجتمع. كمان المجتمعات المتقدمة، المواصلات، النوادي، كلها مجانية. صحيح. المعاشات. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع. وخلينا ناخد بعض الاتصالات من فضلك يا دكتور من الساده المشاهدين. كنت عايز اعلق على حاجات كده دكتور هالة. حاضر، اخد اتصالات الساده المشاهدين لحضرتك برضو ونعلق. استاذ احمد اتفضل يا فندم. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حضرتك، انا الكلام اللي كان بيكلمه الدكتور ده معذره يعني، بيقول لك مش عارف كيف كان لا الكلام ده انا معذره. اللي هو ايه الكلام ايه بس دكتور. الكلام ايه؟ الدكتور عارف ايه حاجه هيقولها له دلوقتي. في حاجه اسمها حضرتك الحاجه الفسيولوجيه، وبعدين الحاجه وتحقيق الذات، وتحقيق الذات. تحقيق الذات ده انا حضرتك بتكلم عن نفسي. انا حضرتك كنت السيستم بتاعي متربي عليه من وانا صغير مع عيلتي ان انا بقى اماتير في المجال اللي انا بحبه. واخد بال حضرتك؟ سواء بقى اشتغلت محاسب، انا محاسب، سواء اشتغلت محاسب، اشتغلت مهندس، لكن انا حضرتك اماتير. لان في حضرتك ناس بتنشر كتب في امريكا وفي الدول بيكونوا اماتيرز، يعني سيلف ستادي ان ذيس برانش، يعني مش متخرج مثلا من كليه الطب قسم نفسي او بتاع، ممكن يكون بيشتغل في مجال تصميم وصناعه الصواريخ وبيعمل حاجات وبينفذ. انا بقى حضرتك بقى بكلمك كده، انا قدامي كده عشان كلام الدكتور، انا بقى من ضمن هذه الناس، من الشخصيات دي بحضرتك، وبمارس الرياضات من صغري، وبتعامل في الشغل مع الناس اللي انا بشتغل معاهم. وخطبه حضرتك مش بمنطلق بقى ايه افتح لي العربيه مش بتاع الكلام ده، كلام فاضي وكلام فارغ. ليه؟ ايوه بس بيحصل يا فندم. لا يا فندم، اللي عنده مرضى، اللي عنده تحقيق ذات وفاهم صح نفسه، خد حضرتك، بيتعامل. طب احنا يا استاذ احمد، بس استاذ احمد ما تقطعش كلامي، بيتعامل بعلم
وبحرفيه مع الشخص اللي قدامه. حضرتك بتعصب ليه يا فندم؟ احنا بنناقش موضوع بس، يعني بالراحه ناخد وندي مع بعض في الكلام، ممكن من غير عصبيه بس. مجتمع. من غير عصبيه يا استاذ احمد، من غير حاضر عصبيه. حاضر ماشي بالراحه كده. انا ما كنت بجتمع حضرتك مع انا محلل مالي، ما كنت بجتمع في المحل، كنت بتكلم باسلوب اداري وبقرا في هذا المجال. تمام زي الفل. كنت ما بتكلم عن اسلوب ما بتكلم عن شخصيه الشيزوفرينيا الاداره مثلا. كان في ناس في المجال وانا قاعد معاهم كان يقول لي حضرتك تقصد ايه؟ قلت له حضرتك انفصام الشخصيه الاداريه، ان واحد يبقى قاعد في مجلس الاداره بيتكلم على حاجه وهو له وجهه نظر اخرى وممكن بعد ما يخرج هيعمل حاجه ثانيه غير اللي بيقولها. طيب احنا يا استاذ احمد دلوقتي في موضوعنا مش بصدد ان احنا نحلل شخصية صاحب الوظيفة اذا كان بيستفيد من الوظيفة ولا لا، اذا كان بيعامل الناس بما يرضي الله ويرضي ضميره ولا لا، اذا كان، مع ان دكتور جمال اشار ليها لان هي نقطة مهمة، لانه لما هيخرج بعد كده من العمل ومن المنصب ومن السلطة لو هو كان طيب وحسن السير والسلوك خلال عمله، الناس الاصيلة بجد هتفضل تسأل عليه وتوده، مش هتقول زي فيلم زوجة رجل مهم اول ما خرج احمد زكي الله يرحمه، او ما خرج من المنصب بتاعه حتى بواب العماره ما كانش بيبص له، ما كانش بيسلم عليه لان هو كان انسان ظالم، ما كانش حد كويس. فاحنا مش بصدد تحليل شخصيته اثناء عمله كان ايه، احنا بنقول لو واحد بيشتغل بصفه عامه كده، استاذ جامعه والطلبه كلها معاه وبتتمنى رضاه وتبعت له رسائل وواتساب وتقف تستناه على باب الجامعه وفجاه طلع من العمل، نفسيته وسيكولوجيته تبقى عامله ازاي؟ ده ونتعامل معاها ازاي؟ ده المحور اللي بنتكلم فيه. بس انا بشكر حضرتك يا فندم على المداخله. دكتور جمال، تعليق حضرتك على مكالمه المواطن الكريم ومكالمه، لا هو الاستاذ الكريم هو عمل خلط ما بين الوظيفه وما بين المعاش، احنا بنتكلم على معاش وليس بنتكلم على الاداء الوظيفي، وبعدين هو بيتكلم على ذاته. لا احنا بنتكلم، احنا عندنا الامثله الافات من الامثله لناس استغلت الوظيفه واستغلت امكانيات الوظيفه للصالح الشخصي، دي كتير جدا. اما بالنسبه للدكتوره هلا هي بتتكلم بتقول لك يعني والولاد يتلموا حواليه، احنا النهارده اللي بيطلع معاش 60 ده شباب، انا هو مش مستني ولاده يتلموا حواليه دلوقتي، هو مستني، هو طاقه لسه جواه، هذه الطاقه مطلوب منه ان هو يستنفذها، ان هو لو قعد في البيت فعلا هيتعب. يعني احنا طبعا بنقول لاولاده خدوا بالكم منه وقربوا منه وادخلوا بمشاكلكم معاه عشان يبقى نشيط يتشغل شويه، بس ده بعد فتره، يعني على ال 65 على ال 70، لكن احنا بنتكلم ال 60 ده لازم يتحرك. العمل التطوعي رائع، بس اغلب الاماكن التطوعيه بتبقى عايزه شباب، مش عايزه الناس، يعني انا مش اسف، مش عايزه ناس من الاداره يعتبروا كهول. وبعدين انا بتكلم على ناس مسكت مناصب، مسكت مراكز، بتروح للاماكن التطوعيه دي ممكن كقيادات فيها كويس جدا، وشفت ناس كتيره جدا راحت قيادات في اماكن تطوعيه في جمعيات خيريه او في نوادي او ما شابه، ولكن احنا بنتكلم على العوام بقى، الكم الاكبر. النهارده موظف مش شرط كان مدير، مش شرط كان لواء، مش شرط كان كذا، الراجل ده كان موظف وخرج، هل النهارده هقول له اقعد في البيت وساعد الولاد والنبي في البيت ولا استنى لما تجيب الخضار؟ والله بيعملوا كده، بينزل هو اللي يشتري الخضار، بينزل هو اللي يشتري الحاجه، وبيبتدي يتخانق مع مراته وانت عملت كذا، ويتخانق مع اولاده انت يا ابني عملت كذا، وانت يا بنت عملت كذا، انت هتقعد لنا في البيت هتقرفنا. طب احنا مش عايزين نوصل لدي. فهنا بندور دايما على البديل الافضل، البديل الافضل هو العمل، التزام. التزم بعمل هيحس طيب. بشبابه وهيحس بطاقته طيب. وهيستفيد. عايز افترض مع حضرتك انه مش قادر يعمل لظروف بقى صحيه، لظروف مش لاقي شغل لسه، اي مكان، الفتره دي مر بيها ازاي عشان ما يوصلش للمرحله ان مراته تقول له لا انت هتقعد لنا بقى في البيت ونتخانق كل يوم، يا عم انزل شوف لك شغلانه. للاسف الشديد لو ما نزلش ما اتحركش ما خرجش، يعني زي بقى ما الدكتوره هلا قالت بقى ندور بقى اصدقاء، هنقعد بقى في كافيه، هنقعد في قهوه، هنقعد في نادي، ده بديل، بس برضه بديل مش كل الناس تتقبله. في ناس ما هياش كده، مش طبعها. طيب. انا قلت لك شخصيات، كل شخصيه. عايز ارجع مع حضرتك للعياده عندك، نرجع تاني للعياده النفسيه عند حضرتك. المواطن اللي جالك وقال لك عندي مشاكل صحيه وحضرتك قلت له انه نتيجه ان هو هيخرج لسه من العمل، وخليته هو اللي يكتب معاك بالورقه والقلم هو حاسس بايه وعنده ايه كل حاجه. تمام.
ده بنتعالج معاه، بنتعامل معاه علاج نفسي استشاري ولا في ادويه بنحتاج لديها؟ لا الاول احنا بنعمل الدعم النفسي الاول، قد نحتاج بعض الادويه لفتره صغيره يعني مده مش هتتراوح عده اسابيع بسيطه، لمجرد اتخلص التخلص السريع من الاعراض. ليه؟ هو دلوقتي اعراض بقى اللي هي فيها ايه؟ اضطرابات النوم، اضطرابات الاكل، اعراض الجسمانيه، انا نزلت طبعا اضطرابات الجسمانيه بقى اللي موجوده، ضربات القلب زياده، المعده اللي قافشه، القولون اللي شادد، الصداع اللي بيجي لي هنا يعني حبايه وربع، القصه خلصت في 3 4 اسابيع شهر. وما فيش زانكس يا دكتور للاسف. ما فيش زانكس للاسف. ما فيش زانكس لا لا بس يعني حاليا بنعتمد على يعني على العلاج افضل من المهدئ، فبنخلص من القصه بسرعه. بس العلاج هو مش موضوعنا، بس يعني الكلام بيجيب بعضه. العلاج اللي هو الانتي ديبريسنس ومضادات الاكتئاب، الانتي ديبريسنس بجرعات صغيره بتجيب نتيجه كويسه قوي والله. أوه. بس مش دي يا فندم تبطلها بقى بياخد وقت طويل قوي والا بتعمل شك في؟ لا يا فندم لا 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 لا، ده حسب مده الزمنيه، كل ما بتطول في الفتره الزمنيه هي زي ما انت قلتي. وبعدين في بعض الادويه ده ذكر اسمها فعلا تبطلها صعب، ده حقيقه صعب. يعني في دواء على فكره، بس في دواء في السوق كده. دي نقطة مهمة بالمناسبة، لأنه أنا مؤخرا بقيت بسمع عن كم ناس مع نفسها بدون استشارات نفسية ولا عند الطبيب ولا أي حاجة، مع نفسه كده يدخل أو مع نفسها تدخل الصيدلية وتاخد أنتي ديبريسنت مضاد اكتئاب، تشتري يعني تشتري مهدئ، تشتري منوم. لا المهدئ ما حدش هيصرفه لها دي أمانة. لما كان زانكس موجود كان زمان كان لا لا دلوقتي لا والله ما هو ما فيش دلوقتي زانكس بس لا حتى البدائل، لا في بدائل موجودة، في بدائل موجودة بتصرف يا دكتور. لا لا 99.9 من 10 من الصيدلات كالميفام ما بتصرفش يا دكتور؟ لا يا فندم كالميفام دلوقتي لازم روشته مختومه، انا دي على يدي يعني يا دكتور. انا لو قلت لواحد كالميفام في التليفون بيتصرف، بيتصل بيا يقول لي يا فندم ولا صيدليه في منطقه عايزه تصرف. كالميفام بيتصرف يا دكتور؟ جهاز بيصرفه لمنى فاروق بس انا مش لمنى فاروق مش اي حد يعني يا دكتور. لا يعني بس طيب. اغلب المرضى بيشتكوا من دي يعني، بس دي انا براها حاجه ايجابيه ان الصيدليات بطلت تصرف. طيب بس دي كمان نصيحه رجاء، مش المضادات الاكتئاب ما ينفعش اخدها مع نفسي، لا مضاد الاكتئاب ولا المهدئ يعني، حتى لو المهدئ يعني عارفين نصيحه في صيدلي يعرفه عطى ده ضره ما نفعوش. فاحنا دايما بندي مضادات اكتئاب الخفيفة جدا اللي هي البدايل، وبتبقى لذيذة كده ومفعولها خفيف اسبوعين ثلاثة، مجرد بالي تفتكر انت بتحسي انه بياخد دواء. طيب الحالة التانية بقى انه مريض جالك العيادة وخلاص بالفعل تم الاستغناء عنه وبشكل مفاجئ. لا ربنا ما يحكمش عليك بالمنظر اللي بيبقى فيه. انهيار. اولا هنا حتى الادويه مش مستفيد معاها، تخيلي يا حبيب. ان هو المشكله عنده مشكله واحده، مشكله ماديه، مشكله اجتماعيه، مشكله تحقيق الذات، الثلاثه عنده مدمرين. ما صدمه، انا فجاه بيقولوا لي ما تجيش الشغل بكره او انت اخرك الاسبوع الجاي معانا ازاي يعني؟ ده الذات بتاعه حاسس بالدنيا، وخصوصا لو في بعض الوظائف اللي في ناس هتستمر وناس لا، يعني زمايله مستمرين وهو قال له شكرا. الناحيه الماديه لو في القطاع المدني ديك زي ما انت شايفه المرتب بينزل تقريبا 80%، ده بينزل 80% مش بينزل ل 80%. الجزء الثالث بقى تعالي بقى الفراغ الوقت اللي هو موجود فيه، المشاكل اللي ابتدى يعملها. هو طبعا ابتدى يدخل في اكتئاب، لا زوجته متخيله ان هو في اكتئاب ولا اولاده، يبتدي يدخل معاهم في مشاكل نفسيه، هم يبتدي خناقات، مشاكل، اضطرابات. طبعا هو يبتدي يشتكي بقى من النوم ومن الاكل ومن الحياه الجنسيه ومن ومن، هو كل حاجه عنده دلوقتي سودة، الدنيا كلها سودة. طب هنعمل ايه يا فندم؟ ده حضرتك بتقول لي حتى الادويه مش هتجيب معانا. هنا بنعتمد اكتر على الدعم النفسي، كلام معاه. كلام معاه ان انت تدوري له على ايه البدائل اللي انت ممكن تنجح فيها. تقدم في كذا، تقدم في كذا، طب تعمل كذا، طب هديك اسبوعين وتحاول تشوف كذا. وانا طبعا بتكلم معاه بخبرتي الحياتيه. طب يعني الدنيا متكركبه فوق دماغه وفكره ان هو الاستغناء عنه في الشغل ده برده مش هيسهل له قوي انه ينقل شغل تاني برده. بص يا فندم، دول كلهم بيبقوا ناس اهل خبره. المعاشات اهل خبره، مش شباب صغير لسه هيدور على وظيفه. لكن ده بيروح على اماكن معينه. لما بيروح حته ويلقى فيه مثلا لسه مجرد كلام، طب هنشوف، طب ربنا يسهل، طب يكلم حد كان معاه وخرج وراح حته فلانيه، ده بيديله الامل. انت مش متخيله المنظر يا استاذه منى، بيخفف من حدتها ازاي الالم اللي عنده.
ان مثلا ايه، اصل انا كلمت واحد زميلي شغال في شركه كذا، فقال لي اه طب هم بس يعني انتظر معانا اسبوع اسبوعين كده وهيردوا عليك. لا ده هو سعيد جدا ان هو ممكن اعطيته فرصه، وخصوصا انه ممكن يبقى راتب اكبر من الراتب الحكومي مثلا 4-5 مرات. فاللي فرق معاه في الحاله دي هو انه الدخل هيزيد عنده. في ناس يقول لك ايه، طب انا هشتغل مثلا مدير اداري في حته، ده انا هشتغل مثلا محاسب في مكان ما، ده انا هشتغل كذا في حته الفلانيه. دي بيبدا هو بيبقى السعاده عليه. في ناس بقى بتطلع من دي ازاي بقى؟ ناس تاني يروح داخل على مواقع التواصل الاجتماعي ملوش فيها خبره، بيعمل ايه بقى؟ بيضيع وقته، يقول لك ادخل بقى ادور بقى، يبتدي بقى يتكلم يمين يتكلم شمال، يبتدي يعمل حياه. كان يعني في واحد للاسف كان استاذ جامعي، هو بعد ما طلع معاشه يعني كان بيروح كاستاذ متفرغ بقى، بيروح فترات صغيره يعني، فمعاه وقت طويل، وابتدت مشاكل في البيت تزيد عنده، فابتدى يعني اللي عرفهم يعني هو اللي جابوه لي العياده على اساس قالوا لي ده مدمن مواقع التواصل الاجتماعي. مدمن مواقع التواصل الاجتماعي. طب ده علاقته ايه بخروجه من الوظيفه؟ ما خرج مش لاقي حاجه يعملها، ف صب على كله على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هو جاي لي العياده، الراجل ده اصبح مدمن لمواقع التواصل الاجتماعي وللنت. طيب سؤال هنا، حضرتك ليه هتشوفه مدمن؟ ما هو ما عندوش حاجه ثانيه يعملها. هما اللي بيقولوا، انا ما شفتش لسه. طيب. لسه الكلام بتاع الولاد والزوجه. طيب تمام. لما قعدت مع الراجل، طب الراجل ده دخل في اكتئاب، دخل في البوست بتاع الصندوق، اكتئاب ما بعد التقاعد، وكان الاكتئاب شديد جدا عليه. لما ابتدى يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي وجد فيها حياه اخرى، مع ان هي حياه افتراضيه، حياه افتراضيه وثلاث ارباعها مبني على شائعات لكن وكلام غلط، وبنعمل شير لاي اخبار واحنا تخيلي بقى منها. هو بقى لقي في دي بالنسبه له ابتدت ليه حياه تانية. الناس عرفوه يعني حياة الطلبه تانية. بتوعه عرفوه اللي كانوا طلبه عنده زمان. ايوه ايوه الطلبه عنده صح، فابتدوا يتجمعوا حواليه، بقى نجم وعنده سلطه على التواصل الاجتماعي، وابتدوا يسالوه بقى في مشاكلهم الشخصيه ومشاكلهم الحياتيه، ويا دكتور والنبي كذا، ويا دكتور والنبي كذا، ويا دكتور مش عارف ايه، ويا دكتور ده انا بعمل مش عارف كذا ايه، طب انت هنا لو انا يعني جيت لحضرتك في الكليه. يعني نقدر نقول ان هو هنا رضى الايجو بتاعه، رضى نفسه الإيجو. والايجو بتاعه قال لي تاني، وفي نفس الوقت يعني او السيلف استيم برضه عشان الناس تفهمها، الذات تحقيق الذات عنده عالي قوي، وفي نفس احس بالسعاده، وضيع الوقت اللي هو بيدور عليه. يعني حته الوقت الزياده اللي معاه ابتدى يروح منه، فبالتالي ابتدى يحس بالسعاده. هو قلت لهم انتوا بتدوروا لها ان هو مدمن عشان قعد فترات طويله، وهو بيدور ان هي دي الذات بتاعه رجع له في دي، هي دي التناقض. انت ممكن تعمل ايه في الحاله دي يا دكتور؟ على فكره يا فندم، على فكره دي حاله منتشره جدا، منتشره للاسف. فقلت له انا وحضرتك بتتكلم دلوقتي والله افتكرت ناس عندي انا على الفيسبوك على صفحتي، انا عندي ناس كده كانت في مناصب كبيره وتركت العمل، فتحس ان هي قاعده يعني قد يكون عايش، او مش قصدي اتريق او اسخر يعني، بس محسس نفسه انه اصبح ملك السوشيال ميديا، تمام، وفولورز وناس تاخد رايه، وينفع كده يا دكتور وينفع كده يا فلان، سياده الوزير ويا سياده المحافظ، او والله اصل بشوفهم يعني غالبا الفريندز اللي عند حضرتك هم الفريندز اللي عندي على الفيسبوك، فهم قاعدين يدوا اللي هي يعني ايه الاراء السياسيه بقى، بيدوا الاراء السياسيه والردود هنا ايه، واللي المفروض كذا واللي المفروض كذا. ده كويس بالنسبه لهم طبعا. ليه؟ ان هو قتل حته. انا اللي يهمني كطبيب حته الوقت، ان المريض لما بيقعد، او الشخص مش هنقول مريض ان هو مش يعني ما هوش مريض بمعنى كده، لا، بس مدمن السوشيال ميديا ده مرض. لا برضه. انا بس انا بقول لما هو بيقعد على يقتل الوقت ده شويه، على الاقل بيستنفذ لفتره زمنيه، ان غالبا بيدور على شغل تاني. الناس دي بتطلع بتدور على عمل تاني وهتلقى، بس هي المشكله ما بين ان انا ابحث وان انا اجد في فتره زمنيه. طيب فدي بتقتل الفتره بتاعته. طيب الفتره الزمنيه بتاعته دي وهو عايش في دور ملك السوشيال ميديا اتعامل معاه ازاي؟ ما حضرتك بتقول ان هو مش منشغل بالسوشيال ميديا بشكل ايجابي، ده هو عنده اكتئاب وسايب الدنيا واللي فيها، ما هنا هم وصب كل حزنه واكتئابه وغضبه من تركه للعمل على انه يحول نفسه لنجم النجوم على السوشيال ميديا. في زملاء يقول لك اوعى يكون قلب لمنيا، قلب لهوس. يقول لك احسن يكون الراجل قلب من اكتئاب لهوس يا جمال، وانت تكون متخيل الراجل عمال يطلع في مني. اقول له لا،
انت لما بتتكلم معاه هو الاكتئاب موجود بس يعني ابتدت حدته تخف. ما هياش وصلت لحد المانيا، ولكن على الاقل ابتدى يعبر فيها. احنا نبتدي نسحبه شويه من حته السوشيال ميديا بتحديد الوقت. انا بقول له طب بص يا فندم اقعد على السوشيال ميديا بس بوقت معين، والوقت التاني هنقعد مع الولاد شويه، الولاد متضايقين انت ما بتقعدش معاهم. يقول لي الله طب ما يجي يقعدوا معايا وانا قاعد على الكمبيوتر. طب يا فندم ما بقاش حد بيقعد على الكمبيوتر دلوقتي. الكمبيوتر لا هو ده كان الاول اللي بكلمك عليه في ايدي دلوقتي. ده احنا وصلنا للموبايل ده بعد فتره. هو الاول كان بادئ بالكمبيوتر. طيب وصلنا للموبايل. لا انا بتعامل النهارده اللي ساب شغله وعمله ومنصبه واهتمام الناس بيه وكل بقى القصه اللي شرحناها دي، وحول نفسه ملك على السوشيال ميديا والمملكه بتاعته دي بقت معاه في ايديه على طول. انا مش هحرمك منها، ما اقدرش احرمه منها لان هو عايش بيها. عارفه لو حرمته منها ممكن الاقي دخل في سكته قلبيه ولا دخل في جلطه في المخ. اه والله الراجل عايش حياه، هي دي بالنسبه له. حتى احنا بالنسبه له ده عالم افتراضي ومش مصدقينه، واشاعات وكذب وتلفيق وتدمير دوله كل الكلام ده انا معاك سايق معاك لغايه الاخر. ولكن في واحد هو دي بالنسبه له مهمه جدا، ان هو مش لاقي نفسه الا في دي دلوقتي. لما لغايه لما يدور بقى على البديل اللي يعيش منه او هيتعايش معاه، ان هو ما بيدورش على فلوس. في ناس بتدور على فلوس، في ناس ما بتدورش على الفلوس، هي بتدور على المنصب، في ناس بتدور على الوقت والسلطه. يعني في ناس بتحب السلطه وانه يكون سنتر اوف اتراكشن، محور اهتمام او مركز اهتمام للناس. اول كلمه انا قلتها لحضرتك ايه؟ الشخصيه تختلف من الشخصيه الاخرى. لما انت وقفتين لما قلت لك الشخصيه هنبدا بالشخصيه الوسواسيه، ده بيتدمر. ملك السوشيال ميديا ده وسواس؟ لا ممكن يكون شخصيه دوريه. شخصيه ايه؟ دوريه. لا برود مايند، هو يحب الهيصه كده والمود بتاعه بيعلى، كل ما المود يعلى يتكلم كتير ويدي افكار كتير ويطرح حاجات كتير ويطرح مشاكل ويعمل اطروحات بقى سواء سياسيه اقتصاديه رياضيه. عايزه ارجع للزوجه اللي بتئن ان زوجها ترك العمل سواء تقاعد او هو لسه في سن العمل بس الشركه استغنت عنه او المؤسسه اللي بيشتغل فيها استغنت عنه، واصبح في منتهى العصبيه، منتهى الفضا، منتهى عدم الاهتمام، يعني تناقضات كتيره جدا. ما حسب الزوجه قاعده في البيت ولا هي بتروح شغل، ودي برضه بتختلف. دي لو بتروح شغل تبقى الدنيا اصعب كمان. اصعب. لو هي بتنزل شغلها الصبح هو بيبقى متضايق جدا، ولو بتترقى تبقى كارثه. لو هي بتبتدي إيه؟ تترقى وتمسك مناصب. طب هتعمل ايه طيب؟ هو بيبقى يعني الست تقول للمدير عندها والنبي ما ترقينيش. لا يعني انا بقول لك لا ما تشتغلش، ما هو هتعمل ايه طيب؟ هي غصب عنها هي كمان. هو بقى هنا لازم نقول له ندور على بديل، هنا ده دورنا احنا. البديل ايه؟ الاطروحه اللي ممكن تروح عليها. طب حضرتك قلت حتى لو يدور على شغل، حضرتك قلت اما هيشتغل عند حد اما يشتغل لحسابه يفتح الشخصي، حاجه خاصه ليه. اما بقى تدخل بقى زي ما قالت الدكتوره هاله، ندور بقى على جمعيه، ندور على نادي، ندخل انتخابات نادي، ادخل انتخابات جمعيه اهليه، ادخل انتخابات جمعيه كذا، ادخل جمعيه التعاونيه اللي جنبنا تعمل فيها حاجه. في ناس بتروح تشتغل في حتت ببلاش مجاني، اللي هو باك تو فكره العمل التطوعي. هو يقول لك انا بروح اقعد تشغل وقته انا اللي يهمني اروح من. في ناس بتروح تقعد على كافيهات من 9 الصبح ل 2 الظهر. في ناس على فكره لو تلاحظ حضرتك كتير قوي، والله دي مش حاجه قليله يعني ملاحظه، كتير من العمارات تلاقي رئيس اتحاد الملاك فيها معاش وكان حد ذو منصب كبير. والقرى السياحيه والكومباوندز والحاجات دي كلها مظبوط. بعدها برضه يعني خطه اشغال كويسه ومش وحشه، وهيدي نتيجه ايجابيه ان هو عايز عنده طاقه وعايز يطلعها. يعني بدل ما يروح يعني في واحد طيب. الاسبوع اللي فات بيقول انا بقعد على قهوه من الساعه 9 للساعه 2. يا ساتر يا رب. وكل طبعا كل ده بيحرق في شيشه. قلت له طب انت بتستحمل طبعًا. ازاي يعني؟ قلت له انا اسف، قعده الكرسي ده تستحملها ازاي؟ 6 ساعات. يقول له والله بعمل كده. يقول لي طب اعمل ايه؟ الولاد نزلوا والمدام نزلت، انا مش عايز اقعد في البيت لوحدي، فبنزل اقعد كده على الكافيه لغايه الساعه 2 الظهر واروح اقرا الجرايد وزيت من قرايه الجرايد. وده كان يعني راجل مهندس وحاجه كويسه في نصحته العمل. بايه يا دكتور؟ قلت له يعمل ايه في الحاله دي؟ قلت له تدور على ناس اشتغلت من زمايلك، تدور على ناس سبقوك واشتغلوا، الضم نفسك في المجتمعات لضم وراح اشتغلت وراح فعلا ووفروا له عمل. بس هو يعني بعد ما عرف التايتل
فحوى العمل قال لك لا انا مش مناسب. هو بيقول لي ممكن يكون مناسب لحد تاني بس مش مناسب ليه كشخصيه. فبالتالي قال له طب استنى نشوف لك حاجه تاني. فده برضه اعطاله نوع من الهدوء. وده ياخدنا لنقطه تانيه، من يترك العمل، من يتقاعد، او يعني من يترك العمل او من يتقاعد، هل عنده حريه الاختيار؟ يعني لما يدور بعد كده هل ننصحه نقول له لما يجي لك شغل امسكه امسك فيه على طول، ولا نقول له لا فكر براحتك؟ اصل بص برضه يا استاذه منى حسب الوظيفه ايه. يعني النهارده الطبيب لما يطلع معاش اهلا وسهلا بالمعاش عشان انا هشتغل دكتور. المهندس نفس الشيء. الاعلامي يعني انا اسف طلع من الاهرام من يوم صحيفه قوميه صحيفه حره هتاخده، البرامج الاعلاميه هتاخده. يعني في ناس مش المدرسين، في ناس بتطلع من مدارس حكوميه تطلع على مدارس خاصه، في ناس بتطلع على السناترز وهو مش يعني مش فارقه معاه كتير، لكن في ناس ربطت نفسها بالكادر الحكومي. هو مرتبط بالكادر. فده حتى وخروجه بره بيبقى الوظائف بالنسبه له محدوده الا اداريه. النواحي الاداريه شويه. زوال المنصب بعيدا بقى عن فكره الفضا وانه بقى خلاص قاعد فاضي، وزي ما حضرتك قلت كده يا نهار ابيض لو مراته كمان بقى بتشتغل وكمان بتترقى في شغلها وهو قاعد. نفسيا بتبقى مش حلوه. نفسيا طبعا بتدمره. عايز ادخل برضو في الجزئيه اللي اشرت ليها في البدايه خالص، زوال بقى مش المنصب، مع زوال المنصب والسلطه عنه زوال الناس. وزوال اهتمام الناس، ودكتور الجامعه الطلبه خلاص بطلوا يسالوا عليه. الموظف العملاء والناس اللي كانت بتجري وراه وتتمنى بس ابتسامه منه بطلوا يسالوا عليه. الحته دي اشغلها ازاي؟ يعني الحته دي اعوضها او اشغلها ازاي؟ كل ما تكون ثقتي في نفسي عاليه وثقتي في امكانياتي عاليه، وانا عارف ان الناس دي كانت بتدور على مش عليا، على الكرسي اللي انا قاعد عليه، كل ما هقدر اعوضها ان فعلا هتلقى ناس كويسه معاك برضه. ممكن اقول حتى ناس من الموظفين اللي كانوا عنده. ممكن اقول لحضرتك على حاجه، الكور في الموضوع ده ان الانسان يعرف اللي حضرتك بتقوله ده وهو لسه في شغله. يعني وحضرتك لسه في منصبك وفي عزك زي ما بنقول كده، اعرف انه لازم تفرق بين اللي بيكلمك ويبتسم لك ويطلب رضاك ويبقى كويس معاك، ده عشان حضرتك ولا عشان الكرسي اللي حضرتك قاعد عليه. لو عرفت ده وتيقنت من ده وحضرتك في عز منصبك وشهرتك ومكانتك، هتستريح قوي لما تتقاعد او لما تطلع او لما تترك المنصب او المكان ده لاي سبب من الاسباب. ودايما برضو بديهم يعني نصيحه، اقرب الناس اليك اهلك. اقرب الناس اليك اهلك، اهلك دول هم اللي هيقعدوا لك. يعني ممكن انت تبقى في ناس في السلطه بتبقى بعيده عن اهلها قوي. قوي. وما يحب يعني، او ساعات يعني حتى لو جم سالوا عليه لا اقول لهم مش موجود، انا مش فاضي، انا كذا. اول لما انت بتتعب هم دول اول ناس هيجروا عليك. ان هم هيجروا عليك بالدم اللي جواك وجواهم دم واحد. الموظفين اللي كانوا عايزينك لمصلحه ولا كذا ولا كذا خلاص يعني ممكن حد منهم يفتكر يجي يزورك او ما يجيش، لكن اللي هيجري عليك ملهوف ويخاف عليك ويتراب عليك اهلك بس. أهلك. اللي انت كنت ما بتسالش عليهم. ما تخليش اي منصب مهما كان يشغلك عن اهلك، دول اللي باقيين لك. دي مهمه جدا. ان يعني دي برضو بشوفها، اللي بيجوا معاه مهما كان عين المنصب في الاخر ناس بسطاء، هم دول اهله، ولاد عمامه ولاد خلانه اخواته، مهما كانوا بسطاء بس ماشيين معاه. ان هو بيجي لي خلاص اتشالت منه الهاله. الهاله انا من اول الفقره بدور على كلمه دي. الهاله دي اتشالت، فهم دول اللي قاعدين لك بقى. دول بقى اللي بيحتضنوك حتى، وبيقولوا ده كان في يوم من الايام بيتخلى عننا، في يوم من الايام كان بيبعد عننا، بس احنا ما نقدرش نبعد عنه هو في الحاله دي، ان في الاخر هو من دمنا. هو ده الاصل الطيب. يعني شفتها كتير قوي. الاصل الطيب. والله العظيم شفتها كتير قوي. يعني احيانا الناس بقى بتجي لها مثلا. شفتها اكتر من رجاله ولا ستات بصراحه؟ القرايب. شفت الاصل الطيب ده من راجل اكتر. لا الاثنين. لا الاثنين. الاثنين. ما يقدروش، اصل يقول لي انا ما اقدرش. يقول لي انا قالوا لي اخوك تعبان. ما اقدرش. يقول لي ما اقدرش امسك نفسي، مع ان اخويا ده كان بيتهرب مني وما بيسالش عليا، لكن جيت جري. قالوا لي اخوك ودوه المستشفى، انت ايه؟ انا اخوك. فطلع حتى، وفي ناس مثلا اقول لك حاجه، في ناس انا مثلا يقول لي اصل انا كنت السكرتير بتاعه، انا العامل بتاع مكتبه. ايوه. فانا مع سيادته ليا 30 سنه، انا اعرف عنه حاجات مراته ما تعرفهاش عنه. صحيح. السكرتير بتاعه، انا كنت السكرتير بتاع سيادته من 30 سنه لغايه، ويقول لك مثلا احنا بنروح النادي سوا.
وبيبقوا اصحاب بقى، بتحولت بقى من ده سكرتير وده فلان، الاثنين بيبقوا اصحاب وبيقعدوا في مكان واحد وما يتخلوش عن بعض. ليه؟ يقول لك خلاص احنا الاثنين حياتنا واحده، توأم، خدنا على بعض قوي، فما اقدرش استغنى عنه، واسيب بيتي واسيب ولادي واجي له اطمن عليه. في ناس تاني بقى دخلت مثلا سي، يعني برضو شفت ناس دخلت في امراض بقى، فغصب عنهم سابوا في البيت. هو صحيح بعيدا عن موضوع ترك العمل والتقاعد، هو صحيح المرض النفسي ممكن يجيب مرض عضوي؟ عضوي يعني يبقى عندي مشكله عضويه بسبب اصلا حاجه نفسيه؟ يعني النهارده لما يكون عندي قلق او ضغط نفسي شديد ومش بعالجه ومش بتخلص منه، في الاخر هيعمل لي ضربات قلب زياده، هيعمل لي قرحه في المعده، هيرفع لي السكر، هيرفع لي الضغط، يعني اقول تاني ولا في حاجات تاني؟ لا تمام وصلت. فدي كلها اعراض بتيجي في الاول نفسيه، نقعد نهمل 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 نهم كده. في مصر فين من خبره حضرتك، احنا فين من وعي الناس بصفه عامه لاهميه الطب النفسي واهميه الاستشاره النفسيه، وامتى في رايك هنتخلص من موضوع يا نهار ابيض تروحي لدكتور نفساني ده لو حد عرف يقول عليكي مجنونه يعمل لك الحركه دي؟ تمام، امتى هنتخلص من الفكره دي؟ بص يا فندم، احنا عندنا ثقافه قليله، ولكن في بعض الناس بتتعمد توصل هذه المعلومه. بعض منهم من يدعون ان هم الجلدين، بعض منهم من يدعون ان هم ناس دارسين علاقات انسانيه معرفش فين غير الجامعات طبعا، غير ناس بتوع علم نفس والاجتماع نهائي خالص. في ناس يطلعوا لك بمسميات جديده، اصل احنا علاقات اسريه، اصل احنا تنميه بشريه، اصل كذا، ابعد عن الدكتور النفساني وتعالى لي واحنا نعالج. طب يا ابني طب ما انت هتعالج في الاخر. الظريف في الامر يا استاذه منى ان انا ساعات بيجي لي ناس يقول لي انا رحت الشيخ فلان وكتب لي دواء. الشيخ فلان كتب لي دواء؟ كتب لي دواء. الشيخ فلان الشيخ مش الدكتور فلان. الشيخ فلان وكتب لي دواء. طب والدكتور بقى لما اروح له يرقيني ولا اعمل ايه؟ ما هو يقول لي هو اعطاني الدواء وبعد لما لقيه ما فيش نتيجه قال لي روح لدكتور نفساني. في ناس تاني يعني يقول لك ايه، اصل انتوا يا بتوع الطب النفسي لما بيجي المريض ولا بتاع انتوا عايزين تدوا له دواء، مين اللي قال الكلام ده؟ ما دي برضو افكار خاطئه بتصدر للمجتمع. في ناس بتتعمد توصلها للمجتمع، الكلام ده مش حقيقي. يعني زي ما انت ساعتك ذكرت دلوقتي، هو النهارده واحد عنده مشكله في العمل البرشامه دي اللي هتساعده؟ لا، البرشامه دي ممكن تخفف وممكن تبقى لود عليه حتى. انا لسه بقول لك احيانا الدواء يبقى لود على المريض. ليه؟ لان اتوظف غلط. انا لو اعطيته دواء هو مش محتاجه هيتعبه زياده. فالنهارده انا حكايه الدواء دي اخر الحلول واقوى الحلول لو انا محتاجها. يعني هو اخر الحل بالنسبه لي واقوى الحلول لو انا محتاج الدواء ده. فانا لازم اخلي الدواء ليه قيمته في مع المريض انه يستفيد منه. فالنهارده الطب النفسي هو بس عشان احيانا كان بيتقال، وده طبعا يعني هو بس كان بيتقال انه الطبيب وده مش النفسي بس، الطبيب عموما يعني بيجرب بعض انواع الادويه علشان شركات الادويه بتروح له بتدي له عروض وبتحاول تقنعه ان هو يكتب الدواء بتاعها، فبيبقى الطبيب هنا اللي فارق معاه انه يجرب الدواء ده على المريض بصرف النظر عن تقبل المريض ده للدواء ده ولا لا. بص يا استاذه منى، ده كان بيتقال يا دكتور. انا راجل بشتغل ليا 30 سنه 30 سنه بشتغل طبيب نفسي في كل المستشفيات اللي اشتغلت فيها كلاس 1 اي 1 يعني اعلى مستشفيات في مصر، سواء طب نفسي او مستشفيات حكوميه. انا ما اشتغلتش غير في مستشفيات اي 1 لا تسمح هذه المستشفيات باي تجارب لاي ادويه فيها. المستشفيات اللي انا اشتغلنا فيها واتدربنا فيها لا تسمح بتجربه اي دواء. بنتكلم على عيادتها الخاصه ولا بص يا فندم، اصل يعني حضرتك ساعات بتروح العياده الخاصه بتلاقي وانت قاعد بره ويتنج مستني الانتظار بتلاقي مندوبين شركات الادويه داخلين. لازم المندوب وده طبيعي، لازم يدخل المندوب ولازم يعرض على الدكتور الدواء. لا هو مش بيدخل يعرض عليا دواء، هو بيدخل ينشط لي ذهني بالدواء بتاعه. طيب ليه؟ الدواء ده نازل منه 10 او 8 كومبيتيتورز منافسين، هم نفس الدواء نفس الماده الفعاله، ما انا عارف الماده الفعاله. والماده الفعاله دي متجربه بره، اصل ما فيش دواء هياخد تصريح هنا لو كان موجود بره واخد تصريح من الاف دي اي. طيب عايز ارجع مع حضرتك للهاله، والنبي انا بشكرك قوي انك فكرتني، انا من اول الفقره عمال اقول فيه مصطلح ضايع مني مش فاكره هو ايه.
الهاله اللي بتبقى حوالين الموظف اللي عنده السلطه والباور والناس اللي بتسال عليه والكلام ده كله. عايز ارجع بقى للهاله دي نفسها. قريت مره في بحث زمان كام سنه كده انه من الصحي جدا ان الموظف طوال فتره عمله وطوال فتره منصبه يشتغل على انه الهاله دي هو يحولها لطاقة إيجابية عنده جواه، فبحيث إنه لما يترك عمله تستمر معاه الهالة دي. يعني هو هي شوية موضوع معقد. يعني بمعنى إيه؟ أنا فاهم القصد بتاع ساعة. بمعنى إيه؟ إنه على فكرة حضرتك قلت الكلام ده في الأول بس بطريقة مختلفة، إنه أتعامل مع عملي ومع منصبي من باب الخير، من باب المساعدة، مش التأمر ولا الغرور ولا الكلام ده كله، فيوم لما يزول عني ده الهالة بتاعتي دي هتفضل مستمرة لأنه في طاقة إيجابية أنا صدرتها طوال عملي. طب محافظ الطاقة دي هتفضل معايا. محافظ المنوفية الحالي، أنا والله ما أعرف اسمه. طب ما هو كده. الراجل بيروح يقعد على السلم وبيقعد يتنطط بالناس في الشارع وبيلف على رجليه. أنا والله ما أعرفه. ولا أعرف اسمه حتى. بس بيعمل كده فعلا. ليه؟ هو فهم يعني. أنا آسف، في وزير أنا أعرف وزير شخصيا كان رافض الحراسة على بيته. رافض الحراسة على بيته بيتخانقوا عليها وبيطلبوها. ده بيطلبوها، ده يقول لك يعني لو ينفع بعد ما اطلع من الخدمة حطها هيطلبوه. لكن لا، في وزير وكان نائب رئيس وزارة وكان رافض الحراسة، وكان هو بيقعد جنب السواق قدام، ما بيقعدش ورا. على فكرة في نماذج كده. على فكرة قعد مدته كلها يمكن بتاع 20 سنة وزير، بيقعد جنب السواق قدام، ما بيقعدش ورا خالص. كل اللي اتعاملوا معاه قال لك كنا نروح له بيته ونطلع، هو اللي بيفتح الباب، هو اللي بيقابل الناس. وزير الرياضه كان لسه مسافر، والله دي امثله كلها جت على بالنا كده بتضرب مثال. وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي كان لسه قريب مسافر في رحله، وواحده بنت اخذت له صوره قاعد في الايكونومي، حتى مش قاعد في البيزنس كلاس. مع ايه؟ وزير النقل نزل بيركب باوتوبيسات المترو، وركب المترو مع الناس وشاف مشاكل الناس. ايه؟ في حاجات عملها من باب انه يعني المكتب الاعلامي عملها، وفي حاجات مش متوضبه يعني، هي بتيجي كده انه بينزل عايز يجرب ويشوف السيرفيس عامله ازاي. في ناس ما تعرفش تشتغل الا يدك. الا؟ يدك بايده. اللي اتعود على الشغل ده لازم ينزل بايده. ما اعتمدش ان انا اخد تقارير من الناس اللي معايا بالسلامه. لا، اللي هيعتمد على التقارير الدنيا هتضيع منه. اصل طالما اعتمدت على تقارير، اذا كل حاجه هتوصلنا عن طريق التقرير ده، اذا صاحب التقرير ده هو اللي هيوديني شمال وهيوديني يمين، وليس الحق. هو اللي هيتحكم فيا. لان اللي بيكتب التقرير بيكتبه من وجهه نظر هو، وليس من وجهه نظر الواقع. اللي بيكتب التقرير هو وجهه نظر، وجايز وجهه النظر دي غير وجهه النظر الناس اللي في الشارع خالص. يعني عفوا، ناس بتتكلم زي مثلا في عن محليات، ونتكلم عن الشوارع، ويجي المحافظ مستني تقرير من رئيس الحي. المحافظ لو نزل الشارع وشاف، انا متاكد ان هنشيل كل رؤساء احياء القاهره. ليه؟ لان الشوارع كلها بايظه متكسره. الواقع بيقول ان انا انزل اشوف بعينيا، لكن لو انا قعدت الا اذا انا عارف ان في فعلا مشكله وما عنديش الامكانيات الحاليه انها تتصلح، خلاص الناس هترضى. الشعب المصري شعب طيب وبيرضى بالقليل بس اقتنع. اقنعيني انا دلوقتي عنده ظروف كذا كذا فوق دماغي من فوق، لكن ما يجيش اعمل حاجه تثبت عكس ده وتقول اصل انا ما عنديش الامكانيات دلوقتي اصلح لك الشارع، ولا المحافظه بتعمل حفله. لا، هنا يبقى الناس هتزعل جدا. يبقى الناس من حظها انها هتزعل وتتضايق. لكن ان انا اعمل اقول انا ما عنديش الامكانيات ان انا اعمل حاجه دلوقتي وفعلا ما اعملش، خلاص الناس راضيه. احنا شعب صبور، شعب يقدر يستعمل. عشان كده بقول لك حتى لما بيطلعوا معاش، في واحد بيمسك جامع، في واحد بيشتغل خدام كنيسه، كل واحد بيشتغل حسب. هو المهم يا دكتور، المهم هنا انه يمسك حاجه، يعني مهم هنا انه يشبك في حاجه فيها سلطه برضو، حتى لو نوع مختلف خالص من السلطه. حسب إن الشخصيه الاول. عشان كده بقول لك الشخصيه دي اهم حاجه، هي دي اللي هتحركني. في واحد بيرضى باي وظيفه، وفي ناس بترضى اقل مما هي هتستحق. في ناس بتسافر، في ناس يقول لك انا هطلع اسافر بره، هاخد اطلع اسافر اوروبا، اطلع اسافر الخليج، اطلع اسافر كذا، ليه؟ انا عايز عمل. في دول بترفض تاخد مثلا سن الستين وما زال بيقعد يدور ان هو يجيب استثناء عشان يطلع. في ناس تاني تطلع مثلا تشتغل في المجال الرياضي، يقول لك اروح نادي اقعدوا مجلس انتخابات مجلس الرياضه مش عارف اتحاد ولا انتخابات كذا. هي القصه كلها زي ما انت قلت، في واحد عنده هاله عايز يحافظ عليها، يروح انتخابات اتحاد الكوره، انتخابات النادي الاهلي ولا الزمالك، ويقعد ماسك في الكرسي بقى بايديه واسنانه عشان الهاله دي ما تروحش.
طيب ممكن اوجه كلمه من خلال حضرتك للي بقى ايه لمن يصنعون هذه الهاله وبعد ان يزول المنصب من الشخص فص ملح وداب نداله بقى يعني لا اسال عليه ولا اكلمه زي ما حضرتك قلت مصلحجيه اشوفه في الشارع عامل نفسي مش واخد بالي زي ما كنا بنقول البواب في زوجة رجل مهم ما كان بيشوف احمد زكي الصبح ما بيعمل نفسه مش شايفه بعد ما كان يعني بيجري وراه يتمنى رضاه. الناس دي يا فندم مش هتكلم برضو من ناحيه الدين وانه ابقى فاهم انه لا دول بيصلوا وبيصوموا وبيطلعوا حج وبيطلعوا عمره والفكره انه يبقى عندي يقين انه كما تدين تدان لما انا هعامل اللي قدامي النهارده كويس عشانه هو وحراعي في ظروفه النفسيه لما يترك منصبه وهفضل اسال عليه ولو من باب جبر الخاطر والمجامله حتى البسيطه كده ده هيترد لي في يوم من الايام بس برضه مش هتكلم من الشق مش ده بس هو مش بس لها كده خالص في الشق النفسي كده والاجتماعي يعني الناس دي ازاي ممكن اوصل لها الفكره انه من يترك عمله ومنصبه إن لم تشأ أن تساعده أو أن تدعمه نفسيا فعلى الأقل لا تتجاهله ولا تجرحه ولو حطتك الظروف معاه في مكان أو في موقف ما تحسسوش إن هو بقى ولا حاجة من غير المنصب هو في النهاية إنسان هي فيها شقين في شق إن هو كان بيعتبر إن هو بيخدمه زمان غصب عنه وإن هو كان بيتصل بيه زمان غصب عنه مش حب في موظف بيحب الرئيس بتاعه خلاص تولدت علاقه في قائد كويس او رئيس كويس فالناس بتحبه فمهما حصل منه هم فاكرين له الخير كله فدول هيبقوا متصلين معاه في ناس ثاني لا يقول لك ايه هو كان وحش طب انت كنت بتتصل بيه ليه؟ عشان بتقي شره انا كنت خايف اصل الراجل ده كان سم قوي وانا كنت بخاف انه يخبطني بسمه اصل نابه ازرق وانا كنت بخاف من نابه فكنت بتصل بيه عشان كده كنت بتقي شره مش عارف ايه لا مش كده يعني انت هتعرف مين فعلا ابن ناس مش كده دايما يقول لك ولا تولوا ابناء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ده يعني برضه لا تولوا اولاد السفهاء دي كانت برضه حكمه كبيره جدا بيبانوا اولاد السفهاء بيبانوا في كل شيء فاي اديله منصب مهما علم من المنصب فهو ابن سفيه السفيه لو مسكته منصب او مسكته ولايه او مسكته حاجه فهو سفيه برضه فهو سفيه استحاله هيتغير فاحنا دايما بنقول ان النهارده الوظيفه انا بكيف الوظيفه ليا انا ودايما بحط في نهايه والله العظيم حتى وانا في خدمتي كنت دايما حاطط في دماغي انا هخرج امتى وهطلع امتى ومظبط كل الدنيا ان انا عايز اطلع في الفتره دي عشان اعمل كذا واسال اللي كانوا زملاتي يعني انا كنت اقول لهم لا انا عايز اطلع في المرحله كذا ان انا شايف ان دي الانسب ما تصبر شويه لا انا مش عايز اصبر عارف يا دكتور دي شفناها فين شفناها في بعض الفنانات اللاتي اعتزلن وهن في قمة المجد والجمال والشباب والشهرة والنجومية شفناها في شمس البارودي حتى وإن كان الاعتزال لأسباب مختلفة إما إنه فكرة أتحجب وأتنقب واعتزل يعني عشان دينيا أو أنا عايز أتجوز واستقر يعني في كتير في نماذج خطيب في الكورة خطيب اعتزل وهو في قمة أوج أبو تريكة اعتزل وهو في قمة خلاص ساب الناس الذكرى الطيبة لي الناس فاكراه هو في اوج العطاء فخلاص مهما قلت ما قلنا يمين قلنا شمال اصلي مش اصلي يعني الناس مش هتفتكر دي هتفتكر لي العطاء ان هو ساب الناس وهو بيدي فانت النهارده حتى في الشغل دايما ادي يعني انا دايما النصيحة ادي بالخير انت النهارده رئيس مكان مش هتقعد ما تختلقش عداوات في ناس يعني انا اسف بتنكش على اختلاق العداوات مع الاخرين بتدور ازاي اضايق الناس مني ازاي اخلي الناس تكرهني وهو متخيل ان كده بيرضي حد فوقيه والله ما بترضي حد كلمه اخيره من حضرتك يا دكتور تحب تقولها لكل من يتابعنا الان اتعرض او بيتعرض حاليا لهذا الظرف انه بيترك عمله سواء للتقاعد او ترك العمل لاسباب مختلفه وبدا يتخبط في مشاعره وبدا يشعر بيه كل الاعراض اللي قلناها دلوقتي من اكتئاب والاعراض العضويه الاخرى اللي ممكن تصاحب الاكتئاب مجرد خروجك المفاجئ من عملك هيبقى في شويه ضيق الضيق ده هنمشي عليه مرحله مش طويله اسبوعين لثلاث اسابيع بعد اسبوعين ثلاث اسابيع هتبدا تحس ان هو ابتدى الضيق ده يروح كل ما انت بتسعى في حياتك بالصوره اللي انت عايزها عايز تشتغل تاني هتشتغل
هتدور على شغل هتلقى. انا بكلمك بامانه مطلقه، مفيش حد من اللي شفتهم دور على شغله ما لقيش. هتلقى الشغل المناسب ليك انت، مش شرط اخد الشغل اللي هو 100% اللي انا عايزه. دي برضو مهمه جدا، يعني مش شرط انا 100% عايز اشتغل وزير دلوقتي، عايز اطلع انما سياده الرئيس السيسي عيني وزير، ما ينفعش. يبقى لازم اقبل حاجه يعني مناسبه ليا على الاقل 80% من طموحاتي. اخلي ليا طموح وانا امكانياتي دلوقتي كذا، خلي سقف الطموحات بتاعي في قدر امكانياتي، وربنا يسهل لك وانت بره تعلى في طموحاتك شويه شويه مع علو امكانياتك هتوصل اللي انت عايزه. وفي ناس عليت جدا 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 بعد ما تقاعدت، في ناس انا اعرف ناس بعد ما خرجت الله اكبر عملت اسماء كبيره جدا جدا في البيزنس، وعملت اسماء في السوق، وعملت اسماء في الصحافه، وعملت اسماء في حاجات يعني كتيرة. الطموح والنجاح والامل والتحدي لا يتوقف، والبريق حتى لا يتوقف عند ترك العمل الاساسي نفسه. ان في بس معلومه صغيره، دبليو اتش او منظمه الصحه العالميه حاطه سن الشباب لغايه سن ال 65، فانت خرجت وانت في عز شبابك. عيش شبابك بجد يا رب. اه والله العظيم لغايه سن 65. ل 65؟ اه. طب والله العظيم ده شيء هايل. فانت معاك، انت لسه شباب، تقدر تشتغل، تقدر تدي، عندك عطاء، اجري العب رياضه. احنا لسه عارضين تقرير النهارده لشاب جميل عنده اعاقه في قدمه وطريقه كلامه ويده وكل حاجه، اعاقه شبه يعني كبيره بنسبه كبيره جدا، بيشتغل في الوحده المحليه، بيشهد ليه رؤسائه وزملائه اول واحد بيروح واخر واحد بيمشي، وبيرفض الواسطه، ولما مديرينه بيقولوا له امشي خلاص امشي حالتك يقول لهم لا اقعد، وهو بالكاد تستطيع ان تفهم ما يقوله. فما بالنا بشخص يعني صحيا ما عندوش مشاكل وسليم، تقدر تدور على الشغل وباذن الله هتلاقي. اعرف ناس راحت خدت اراضي في اماكن صحراويه واستزرعتها بعد سن الستين. اعرف ناس عملت مصانع وبدات باوضه وجابت مكنه وجابت عمال ووصل النهارده اصحاب مصانع بعد سن الستين. اللي عايز ينجح هينجح باذن الله، بس هو ياخد القرار ويمشي الطموح في قدر الامكانيات تدريجيا يعلى بطموحه. سعيده جدا بهذا الحوار مع حضرتك. الله يخليك يا استاذ الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، شكرا ليك بجد اسعدتنا، وكان حوار من القلب كده. شكرا لحضرتك جدا. الله يخليك، انت المتحدثه ممتعه بصراحه. الله يخليك يا دكتور. انا يمكن بس هختم في الفقره دي، عشان الفقره دي بقالي كتير متشوقه ان انا اقدمها الصراحه. رسالتين اسرع من بعض، رسالة لأهل المنصب ورسالة لأهل المصلحة. لأهل المنصب زي ما كنا بنتكلم مع ضيفي الكريم، اعمل حذرك وخد حذرك وحضرتك لسه في منصبك، أو حضرتك لسه في عزك وفي مجدك وفي منصبك وشهرتك وسط الناس، من وانتي لسه في المرحلة دي، أو من وحضرتك لسه في المرحلة دي، اعمل حساب انه ممكن تيجي اللحظة اللي ما يبقاش عندك فيها المنصب ده. اعرف مين الدايره اللي تقربها منك، واعرف ان مش كل الوشوش المبتسمه ليك دي ناس بتحبك بجد، في ناس بتحبك عشان منصبك او الكرسي اللي انت قاعد عليه او قلمك اللي بتمضي بيه. فافهم ده واستوعبه، عشان لما تطلع من الشغل او تترك الهاله دي تبقى عارف انه يعني الموضوع يبقى اسهل عليك. اهل المصلحه كما تدين تدان. فلو حضرتك لمجرد زوال المصلحة والشخص اللي عنده السلطة والمنصب ده تجاهلته وعملت نفسك مش عارف وجرحته وكسرت بخاطره، تأكد انه هيجي اليوم اللي هتمر بيه ده، لانه دوام الحال من المحال. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ألقاكم ان شاء الله على خير بإذن الله الخميس والجمعة. تحياتي لكم من فاروق، تصبحوا على خير.